يمنح جائزة الحسن الثاني في ميدان الإبداع الفني والأدبي للسيد عبد الرحمن الشملاني. عنوان الفكر البيئي بين التسييس والتدريس. وتوصي اللجنة بنشره بموقع الوزارة على شبكة الانترنت. كما تمنح شهادة قديرية للسيد أنس بن نان عن عمله المتمثل في مجموعة صور فوتوغرافية موضوع المعرض الذي نظمته تحت عنوان هذا النخيل الذي يراقبنا. وتمنح شهادة تقدير أخرى للسيد ميلود جيراي